للمزيد معنا على الهاتف أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور كريم العمدة. مساء الخير دكتور كريم. مساء النور وأهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. 8 سنوات من عمر وطن بالتأكيد هي عمر مهم لأي وطن. أبرز المكاسب الاقتصادية السياسية والدبلوماسية التي حققتها مصر في هذه السنوات الماضية والتي أدت كما طبعا نلمس إلى تغير المشهد المصري من أحداث عنف 28 يناير 2011 إلى مسار للتنمية الحالي؟ طبعا يعني يمكن احنا في البدايه واحنا بنحتفل بذكرى ثوره يناير، وطبعا يعني احنا قلنا ان من احداث اللي حصلت في 25 يناير في 2011 واحنا في 2019 ثمان سنين، يمكن هذه الفتره احنا كلنا معاصرينها واكيد احنا شفنا على ارض الواقع والشعب المصري كله شاهد عيان على اللي حصل. اتحولنا من دولة كانت مترهلة في 2011 من دولة تعاني من أزمات في كل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لوضع أيضا مختلف جدا. نحن في 2018 و2019 يمكن احنا لو اتكلمنا عن التنمية وهنقارن ما بين 2011 و2012 وما بين 2019 هنلاقي ان لو جينا على معدل المكاسب الاقتصادية او على معدل النمو الاقتصادي كنا معدل نمونا في 2011 و12 لا يتجاوز ال 2% بل 1.5%، الان نحن معدل النمو يتجاوز ال 5.5% من اعلى معدلات النمو في المنطقه. اتكلمنا على جانب الاستثمار في 2011 كان معدل الاستثمار الاجنبي المباشر صفر تقريبا بل كان بالسالب، كانت الاستثمارات بتهرب من مصر نتيجه الاحداث اللي حصلت ومن اضطرابات ومن مشاكل تعقب الثورات، الان اصبح معدل الاستثمار لدينا 8 مليار دولار من اعلى معدلات النمو في افريقيا وثاني معدل لنمو الاستثمار الموجود في الوطن العربي. نحن نتحدث عن قاعده صناعيه جديده يتم بنائها، يعني احنا بنتكلم في 2019 ليس فقط على قاعده صناعيه جديده ولكن خطط للتنميه الاقتصاديه وخطط للتنميه المجتمعيه، سواء استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأيضا استراتيجية 2063. يعني لو جينا على جانب الطاقة أيضا يمكن احنا كنا قبل كده أو في 2000 عقب الثورة كان عندنا عجز في كل رواتب الطاقة سواء كهرباء سواء غاز سواء بترول، نحن في 2018 و2019 أصبح لدينا فائض في كل مختلف روافد الطاقة، عندنا فائض في الكهرباء يعادل تقريبا 50% من الشبكة القومية للكهرباء، عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، عندنا منتجات بترولية متوفرة، لدينا إشادات من مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات من المؤسسات الاقتصادية العالمية. يمكن احنا كان معدل يعني احنا لو نظرنا لمؤسسات المؤسسات الاقتصادية الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني كانت دايما بتدينا في 2012 و13 لحد 2014 معدلات نمو اقتصادي او جدارة ائتمانية منخفضة ودائما في حالة انخفاض مستمر، ولكن نحن الان في الفترة الحالية لدينا مؤشرات ائتمانية دولية في حالة ارتفاع مستمر، مصر اصبحت يعني تتنافس عليها كبرى الشركات العالمية علشان تستثمر فيها، مصر التي لديها أفضل مناخ للاستثمار وجذب للاستثمار في المنطقة، يمكن مصر التي لديها الآن أكبر احتياطي نقدي في تاريخنا منذ يعني يمكن احنا الاحتياطي النقدي كان في سنة 90 3 مليار، في سنة 2000 كان تقريبا 15 أو 16 مليار، نحن نتحدث عن مبلغ يتجاوز أو يقترب من 43 أو 44 مليار، وبعد ال 2 مليار اللي احنا خدنا بيهم تصريح من مدير الصندوق النقد الدولي كريستينا لاجارد ان هي وافقت ان هي تمنحنا ال 2 مليار يبقى نتجاوز ال 45 مليار مكاسب كثيره وعده على مستوى الاستقرار الكلي. عظيم جدا. يعني هنا دكتور كريم نتحدث عن كان هناك تركة ثقيلة جدا أثقلت الاقتصاد المصري لسنوات ماضية طوال يعني تعد بالثلاثين سنة، وأيضا كان لدينا بعض الضريبة الثقيلة بسبب الثورة والخسارات التي حدثت في الثورة، تجاوزنا كل ذلك بل ونؤسس اليوم لمستقبل اقتصادي يعني يتسم بالأمان والاستقرار، أليس كذلك؟
بالضبط بالفعل. احنا طبعا كان عندنا سرقه ثقيله في الفترات السابقه اكثر من 30 سنه، مصر ما كانش لديها خطه اقتصاديه بالمعنى المفهوم. يمكن دوله حجم مصر كانت تسير، يعني ليس لديها خطه، كانت ماشيه زي ما بنقول اليوم بيومه. ولكن الان نحن لدينا خطه اقتصاديه للمستقبل، لدينا خطه اجتماعيه للمستقبل، لدينا برامج للتوسع في الحمايه الاجتماعيه، لدينا مشاريع قوميه في جانب الصحه، حمله القضاء على فيروس سي، مصر قضت على فيروس سي، حمله 100 مليون صحه. يعني عندنا في كل قطاع كان يعاني من مشاكل، لدينا في الان نقطه مضيئه. يمكن مصر اصبحت على الجانب السياسي لاعب اقليمي بامتياز، ليس فقط الشأن الداخلي، وايضا اصبحنا نتدخل لنحل مشاكل الدول المجاوره. اي دوله تريد ان تستثمر في المنطقه او تريد ان تتعامل مع المنطقه يجب ان تتعامل مع مصر. مصر هي رئيسه الاتحاد الافريقي 2019، وهي البوابه الملكيه للدول الافريقيه، واصبحت محط انظار العالم. التعامل مع مصر يجب ان تتعامل مع القاره الافريقيه عن طريق مصر، سواء اقتصاديا او سواء سياسيا. وهذا واضح بالتأكيد من خلال الأرقام والمؤشرات، وأيضا زيارة كل الدول التي آخرها اليوم للرئيس الفرنسي، وعقد الاتفاقات المختلفة مع مصر على جميع المجالات الاقتصادية والسياسية. أيضا أشكر جزيل الشكر أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور كريم العمدة.